السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نصلي ونسلم ونبارك على رسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل عام وأنتم بخير، بمناسبة دخول العشر إن شاء الله ينعاد عليكم باليمن والبركات إن شاء الله. اللهم بلغنا يوم عرفة يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، وأنتم بكامل الصحة والعافية يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنعمل بسكوت سهل جدا 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 ان شاء الله. انا عندي هنا ده 250 جرام زبدة او ربع كيلو، عندي كوباية سكر بودر، عندي بيضة، دول صغيرين البيضتين دول، انا يعني هي مفروض بيضة واحدة كبيرة، انا حطيت اتنين عشان دول صغيرين، وملح، وعندي فانيليا. نبدأ كده بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط السكر البودر، لو هو مش ماسك ولا حاجة، وعندي البيضتين، وعندي الفانيليا، حط الفانيليا كده ان شاء الله، ونضرب كويس جدا. انا مش هنحط له بيكنج باودر يا جماعه. وهنا دول 3 كوبايات دقيق، يعني انا حاطه الدقيق كده بالشكل ده، بس دول منخولين، يعني حاطاه ممسوح كده ممسوح. لما اجي احط هعمله هرمي كده، الثلاث كوبايات هيبقوا هرميين، بس انا هحط كوبايتين في الاول، وهحط الكوبايه الثالثه حبة حبة، عشان ايه؟ انا عايزاه طري، لاني مش هعمله بمكنة ولا حاجة، انا هعمله بكيس الحلواني. نضربه كويس جدا يا جماعة ونرجع لكم. حبيبي ضربت الزبدة مع السكر مع البيض لحد ما بقى بالشكل ده ان شاء الله، ما شاء الله كده ابيضت وبقت جميلة ما شاء الله. هنا بقى هنحط الدقيق كوباية كوباية، نحط عليها ذرة ملح أبصى كده، نحضر التانية نخليها جنبي هنا كده، ونقلب كويس يا حبايبي ونرجع لكم إن شاء الله. كده خلصت أول كوباية، هنحط الكوباية التانية إن شاء الله، وهناخد الكوبايه الثالثه نصها كده برضو لحد ما نشوف القوام بتاعها. انا مش عايزاها تبقى يعني انا مش هعملها بالمكنه، فانا عايزاها تبقى طريه. هنقلبها برضو كويس يا جماعه ونرجع لكم، معلش اعذروني لان انا ما بقدرش اقف. وانا طبعا الكوبايه الثانيه اهي اختفت مع الزبده، انا بقى هشتغل بايدي بعد كده اهوت يا جماعه، عشان انا بحب ملمس العجين واحب احس بالملمس اذا كان طري او مش طري او كده. يعني انا بحب كده، العجين بالنسبه لي يعني ده ايه، حاجه جميله. هنحط النص الكوبايه، لو احتجت النص اللي هي بتاعه الكوبايه الثالثه هن شاء الله احطها. انا مش بعجن طبعا، انا بلم ما شاء الله. محتاجه للكوبايه الثالثه ما شاء الله. هنعجنها كويس يا جماعه، هنلمها ونرجع لكم. كده حبايبي العجينه حلوه قوي ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. كده انا عندي بقى هنا الكيس بتاع الحلواني، هنحطه عندي هنا كده في البرطمان ده كده عشان يبقى ايه متساوي ما شاء الله. ما شاء الله
ما شاء الله حلو قوي. عندي هنا انا صينية دهناها، اي مادة دهنية عندك حطيها وحط لها ورق الزبدة ان شاء الله. هنا بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنعملها كلها بالشكل ده يا جماعة. وانا عندي هنا حتة مربى مش كبيرة هنحطها كده. شكلها حلو جدا طبعا. ايه ما خلصها خالص هوريها لكم ان شاء الله. دي اول صينية كده هعملها. الصينية التانية بقى دي برضو انا بحط لها المادة الدهنية عشان الورقة ما تتحركش مني وانا بعملها. دي بقى هعملها اي شكل بقى انت تحبيه. كلها هتبقى بالشكل ده يا جماعة، كلها هتبقى بالشكل ده. منظرها حلو وشيك. هنعملها كده كلها ونرجع لكم بإذن الله. وادي الصينية حبيبي خلصت. طب هدخلها التلاجة لمدة ساعة. وادي الصينية التانية اللي أنا عملتها ما شاء الله بالطريقة دي. هندخلهم الاتنين لمدة ساعة إن شاء الله ونرجع لكم نحط هتشوها يعني بقى بعد ما دخلها الفرن بإذن الله. دلوقتي حبيبي طلعنا البسكوت من الفرن بسم الله ما شاء الله. شوفوا الحلاوة والجمال بقى، طعم روعة 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 يعني والله ما قادرة اقول لكم على جماله وقرمشته وخفيف خف الريشة بالرغم من مش محطوط له خالص بيكنج باودر. شوفوا الجمال بقى حاجة جميلة جدا. ان شاء الله اتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقة دي ان شاء الله وتعجبكم. واشوفكم في الفيديو القادم لو كان في العمر بقية. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.